واسمو لقجا ما كان والو، لقجا من الاول ما كان والو، بصح دوكا مع وليد مع وليد صالي ما يقدر يدير والو، نيفو عليه مستوى يعني 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 نقص ضعف كي شاف هكا ضعف شويه واسمو لقجا ما كان والو. القوه تاع الرئيس الاتحاديه يعني شوف كيش استقبلوا افرتينو هدايا، يعني عرف باللي شوف المستوى والنيفو تاع صالي. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ نتمنى أنكم تفرقوا لنا الفيديو بلي لايك وخليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس اللي ما مشاركيش معنا في القناة نتمنى أنكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وعلى بركة الله نبدأ بأول فيديو اللي غادي نستمعوا فيه لبعض الإعلاميين الجزائريين وعلى رأسهم حفيظ الدراجي اللي كيتكلموا على المهزلة وعلى الديون المالية الكبيرة اللي غارقة فيها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وكان حفيظ راجي يتكلم وقال باللي الرئيس الجديد ديال الفاف اللي غادي يجي غادي يكون عنده مشكل كبير وهو المشكل المالي والديون الكبيره ديال الاتحاد الجزائري لكره القدم. وقال لهم باللي الخزينه الماليه داخل الاتحاد الجزائري لكره القدم خاويه. اليوم الاتحاديه الجزائريه لكره القدم قررت انها تعلق الانشطه ديالها الرياضيه ديال الانديه وديال المنتخبات. قال لك يا سيدي دعما لفلسطين، وهذا الخبر عاري عن الصحه. امس البارحه كان عندهم واحد الانذار ديال الفيفا، يعني اخر اجل ديال الفيفا، انهم باش يصلحوا الامور ديالهم، انهم باش يخلصوا الديون المتراكمه عندهم. يعني عندهم مشاكل مع اللاعبين، عندهم مشاكل مع المدربين، كذلك المشاكل ديال الانديه، يعني ديون كبيره جدا. والفيفا عطاتهم انذار امس البارحه. اليوم تلقى واحد السبب قال لك اودي علقنا النشاط الكروي في البلاد ديالنا تضامنا مع فلسطين، وهذا الشيء راه داروا غير سبه ما كان لا فلسطين لا حتى شي حاجه. خلصوا الديون ديالكم الماليه باش الا بغيتوا تلعبوا البطوله ولا بغيتوا تلعبوا الاقصائيه ديال كاس العالم 2026 ولا بغيتوا تمشيوا لكوت ديفوار تلعبوا كاس امم افريقيا. وهذا الشيء ماشي كنقولوه غير انا، كيقولوه الاعلاميين الجزائريين وعلى راسهم حفيظ الدراجي اللي كان بهم هذا المشكل هذا. وغادي نسمعوا بالتفصيل الاعلاميين الجزائريين في القنوات الجزائريه كيتكلموا في الموضوع بان المشكل الاتحاد الجزائري قد يتعرض لعقوبات كبيره من الفيفا والتوقيف من المنافسه او اللعب الكره لا على المستوى الدوري ولا كذلك حتى المنتخب الأول الجزائري. أجي ونسمعوا أول فيديو ونتلقاو. تلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مراسلة من الفيفا تطالب فيها بتوضيحات حول مدى صحة شكوى أحد اللاعبين الجزائريين ضد الفاف. وجاء في مراسلة الفيفا التي تحوز قناة الوطنية نسخة منها وجود مزاعم تؤكد منح الاتحادية إجازات للاعبين الجدد في صفوف نادي أولمبي المدية، رغم أن الأولمبي ممنوع من الاستقدامات، وهو ما يتعارض مع أحكام النشرية رقم 1628 التي أرسلتها لكل الاتحادات المنضوية تحت لوائها سنة 2018. ومنحت الفيفا مهلة للفاف للرد تنتهي الثلاثاء المقبل، وعليه يتعين على هيئة صادي تقديم توضيحات لا تتعارض مع الأحكام أو تخالفها حتى تتفادى قرارات قد تصل لمعاقبة كل المنتخبات والأندية الجزائرية وحكامها أيضا. يعني هذا الخبر على احد القنوات الجزائريه اللي كتكلم على ان احد اللاعبين قدم شكوى للفيفا. وكما سمعنا يعني الاتحاد الجزائري امامه كانت عنده المهله امس الثلاثاء، يعني الا ما خلص هذاك الديون ديالو وصحح الامور ديالو او الديون المتراكمه عليه راه يقدر يتعرض للايقاف الانشطه الرياضيه في البلاد ديالهم. وهذا الشيء اللي وقع، يعني الفيفا هي اللي وقفت النشاط الكروي في الجزائر ماشي الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. كما قالت في البلاغ ديالها تضامنا مع فلسطين، خصهم يخلصوا الديون وداك الساعه الا بغاو يلعبوا. اجي نسمعوا شنو قال اعلامي جزائري اخر كان تكلم في هذا الموضوع وتكلم على الخروقات الكبيره اللي كانت في الشان، البطوله ديال الشان اللي كانوا كيتباهوا بها وكيقول لك نظمنا الشان، نظمنا البطوله ديال البحر الابيض المتوسط، الكاس امم افريقيا لاقل من 17 سنه، اموال كبيره مشات لهم في هذه البطوله. وهذا الشيء على اللسان ديال اعلامي جزائري اللي كيتكلم في الموضوع واللي فضحهم وقال لهم هذه الفلوس كبيره اللي مشات، يعني فين مشات هذه الخروقات، يعني كبيره فين مشات، خصنا نعرفوا فين مشات. سمعوا ونتلاقوا. سبق لي في فيديو سابق وان حدثتكم على الاموال التي تركها رئيس الاتحاديه الذي غادر في 2017 والرقم المذهل الذي تركه من الاموال واللي وصلت ال 1855 مليار، ولكن لما جاء الرئيس الجديد وليد صادي وجد 15 مليار سنتيم في الخزينه. يبقى الفساد فساد، ويبقى سوء التسيير سوء تسيير، سواء تعلق بحقبة أو بحقبة ما أخرى، المهم يبقى الفساد فساد. اليوم راح نعطيكم واحد الرقم كارثة، رقم ربما كان اللي ما يصدقوهش ولكنها حقيقة، والأيام راح تكشف لكم واش نقول لكم.
هذا الرقم ما يتعلقش بفترة بعيدة، ولكن يتعلق بفترة تاع الشان، فترة تاع الشان اللي نظمته الجزائر. أنا كاين واحد المسؤولين، أنا نحير كيفاش يقبلوا المسؤولية. المهم يشوفوهم الناس في التلفزيون ويسلم على موتسيبي ويخمس مع ما يشعف أنا مع رئيس اتحادية إفريقية آخر ويشوفوه في الملعب ويذلي بتصريحات، هو هذا هو القسطون تاعو. ولكن أنت ماكش قادر على المسؤولية وشداك. تعرفوا لما بلد ما دولة مثلا، نهضروا على بلدنا، لما تنظم منافسة، يعني أي منافسة تنظمها لازم لها أموال، والأموال هذه كانت الدولة دائما تخصص ميزانية أو تخصص غلاف مالي لهذه التظاهرة. ماذا حدث بالضبط؟ الشيء اللي حدث أنه بعد الشان كان واحد الرقم اللي صرفوه رقم مذهل لا يصدق. تعرفوا شحال المبلغ هذا؟ 240 مليار. هذا 240 مليار هذه زيادة فوق الغلاف المالي اللي كان مخصص للشان، زيادة صرفوها زيادة، هذه 240 مليار. هذا إعلامي جزائري 250 مليار يعني اللي تصرفت في البطولة ديال الشان، وكأنك غادي تنظم كأس أمم إفريقيا ولا أكثر. وهذا الشيء قالك هذا 250 مليار، قالك زيادة على كما نقولوا على الأموال اللي مخصصة للبطولة ديال الشان، يعني أموال كبيرة وخروقات كبيرة. وهذا الشيء هذا الإعلامي يعني كيتكلم على هذا المشكل هذا قبل القرار ديال الفيفا، كان عارف بان هذا المشكل ديال 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 الاموال والمشكل ديال الخروقات اللي عندهم في الاتحاد الجزائري لكره القدم غادي يوصلوا لهذا المشكل هذا، لان كاين بزاف ديال المدربين ما خالصينش. شفنا في البطوله ديال هذا الموسم يعني في الجوله الثالثه 10 ديال المدربين الجزائريين تم الاقاله ديالهم من المنصب ديالهم، يعني 10 ديال المدربين. بزاف ديال المشاكل مع اللاعبين كذلك مع المدربين، يعني عند مشاكل كبيره، وهذا هو السبب الحقيقي وراء ايقاف النشاط الكروي ديال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لا على مستوى الأندية وكذلك على مستوى المنتخبات وخاصة المنتخب الأول. يعني هنا كيتكلم على البطولة ديال الشان، وأنا كربت الكلام ديال هذا الإعلامي هذا كربته بالانسحاب الجزائري من تنظيم كان 2025 و 2027، لأن عرفوا عندهم مشاكل مادية، عرفوا عندهم خروقات، عرفوا بأن الاتحادية الجزائرية ما كانش الفلوس، يعني قرروا أنهم ينسحبوا، لأن باش تنظم بطولة خصك أموال، خصك ضمانات، خصك مستشيرين، خصك كثير من الأمور. وهنا كنتكلموا دائما ما تقارنوش ولي صادي ولا اي رئيس كره جزائري جاء فوزي القجع، لان فوزي القجع رجل التسيير، رجل التسيير بامتياز، يعني رجل الماليه او وزير الماليه في المغرب، وكيعرف كيفاش يسير المجال الكروي، وعنده خبره وعنده كفاءات. وهذا الشيء علاش حنا عطاونا باش ننظموا كان 2025 ومونديال 2030. اجيو نسمعوا شنو قال مقدم احد البرامج الرياضيه ايضا في الجزائر، وتكلم على نفس الموضوع وقال ولي الصادي الا بغى يحل المشكل ديالو، المشكل المالي في الاتحاد الجزائري، هذا هو الحل. سمعوا يقولوا فيه حسب مصادري من هنا وهناك، من ان شاء الله تكون الكلام هو صحيح، ولكن هي مصادر موثوقه، يقولوا بانه يفكر في فكره رائعه، هو الاستدانه من بنك، هذاك البنك هو اللي يقوم باش يدفع الاموال للاعبين ويبدل الاجازات للانديه، دونك هنا دوك الحاله اكيليبري، ومن بعد يولي يقتطع من حقوق البث، من الاشهار، من سبونسور، من دراهم الولايه، من دراهم المؤسسه، الفرق عند المؤسسات. وان كان ذلك فهذا اختيار صائب وذكي من وليد صادي، لانه الرؤساء السابقين ما مفكروش، خلاو يدير الملفات تتراكم تتراكم تتراكم، واليوم الرجل خلي امام مهمه صعبه كما قلنا، وليست مستحيله ولكن تبقى صعبه حتى نكون واقعيين. ها هما كيعترفوا بها، قال لك ولي صادي امام مهمه صعبه، يعني الحل ديالو هو انه يدير واحد الكريدي من البنكه وبدي يخلص بشويه 250 مليار مشات غير في الشان، غير في البطوله ديال الشان. شنو غادي يخلص مسكين؟ رجع صافي تلقى الصندوق خاوي، ما تلقى حتى شي حاجه، ولا وكيتباهى بولي صادي ومشى للرئيس الفيفا وتلقى معاه العالميه. دوك هانتوما ها الفيفا وقفتكم، ما عندكمش، يعني ما كاينش، ما عندكمش تسيير، ما عندكمش رجال ديال الكره، ما كاين حتى شي حاجه. يعني دوك هو خصو يمشي للبنكه ويسلف باش يعطي لهذا ويعطي لهذا ويسكت هذا ويسكت هذا. ها كتسمعوا هادشي كامل على اللسان ديال الاعلام ديالهم قبل القرار ديال الفيفا الاخير. اجي نسمعوا الحفيظ الدراجي، حفيظ الدراجي كيتكلم في الموضوع وقال باللي اي رئيس اتحاديه جا عنده مشكل، يعني غادي يتلقى الخزينه ديال اتحاد الكره خاويه ما فيهاش الفلوس. سمعوا. لم نسمع ثقه كبيره جدا في حل مشاكل الاتحاد وفي تجاوز كل الهموم الموجودة سواء داخلية أو خارجية، مادية وفنية وإدارية وتنظيمية كبيرة جدا، زادت أكثر مع مرور السنوات وتراكمت أكثر مع غياب الحلول للكثير من المشكلات، خاصة المشكل المالي الذي سيكون بمثابة صدمة بالنسبة للرئيس القادم للاتحاد الجزائري عندما يطلع على الملفات ويطلع على
خزينة الاتحادية الخاوية. هاو حفيظ الدراجي قال لهم يعني بالنسبة للرئيس القادم وهو ولي الصادي يعني غادي تكون الصدمة، قال لك الصدمة حينما يطلع الملفات ويشوف الخزينة ديال الاتحاد الجزائري خاوية ما فيهاش الفلوس. وقالها قال المرشحين اللي كيترشحوا للرئاسة ديال الفاف قال لك ما كيفكروش في الصوالح الماديين ولا انه خصو يصلح الامور الخارجية ولد، فقط خصم الهم ديالهم هو انهم يوصلوا المنصب ديالهم، هذا هو الهم ديالهم. هذا الشيء كامل كيقولوه الاعلاميين الجزائري، وكما سمعتوا حفيظ الدراجي كنبه بهذه القضية يعني قبل ترشيح ولي الصادي كرئيس ل الفاف. اجي نسمعوا لاعلامي اخر شنو قال في هذا الموضوع ايضا بالتفصيل. ما حبش تلقى البروبليم، كنا نقولوا يا ناس هذا يجي في اي جوار الجزائر بارمي لي جوار لي سالو وما اكثرهم يشكي لا فيفا اون ريس لا سسبونسيون. بصح اللي جا خلاها وراح تحت مليون تحت مليار تحت 500 مليون وبدا التلاعب وكانت تمشي مشات لي جوار ما راحوش خافوا بدات سسبوندي الجيري تسمى الذنب تاعهم انه سيدي جوار خاف يسسبوندي الجيري صافي بيان سور. لو كان يروح اليوم باريزوم اليوم نلعبوا لكم دافريك الجوار يروح يشكي قال انا مدو ديك كيما صارت المديه ولا جاسيبا ولا قال انا تلك البني سالو دراهم خرج ديسيزيون تاع لاني وما نقصوش يبو مزيد عطيني ديفيزيون قالوا عطوا لي لي ليسونس ما تعرفش لكم دافريك الجيري اون 2024 كنت باش ما نلعبوش حتى نتصرف في هذا السيناريو كاري صحيح. اعلامي رفيق وحيد هو تكلم قال لك اي رئيس اتحاد كان يجي يعني الديون كتتراكم يعني ملف مور ملف يعني الديون يعني كل عام يعني كتتراكم الديون حتى وصلت لواحد الملايير يعني شوف المشاكل. وهنا كيتكلم قال لك ودير لعابه كيسالو يعني الا بقات الامور هكذا قال لك غادي يقدر يمنعوا المنتخب الجزائري والانديه الجزائريه ما كتلعبش ويقدر يتحرم المنتخب ديالهم من كاس امم افريقيا القادمه بالكوت ديفوار وكذلك من الاقصائيات ديال كاس العالم. يعني امامهم صراحه مهمه صعبه جدا امامهم الا بغاو انهم يلعبوا الاقصائيات ويلعبوا كاس امم افريقيا خصهم يخلصوا الديون المتراكمه ويوصلوا شي حلول مع اللاعبين والانديه والمشاكل اللي عندهم داخليه في الاتحاد الجزائري ومع الانديه ديالهم وما يبقاوش يقارنوا انفسهم فوزي القجاع والمغرب. المغرب الحمد لله كل الامور متوفره والحمد لله يعني غادي ننظموا كان 2025 والمونديال يعني بدعم كبير على مستوى الفيفا وكذلك الكاف. اجيو نسمعوا لجزائري اخر شنو قال على ولي الصادي. واسمو القجاع ما كان والو، القجاع من الاول ما كان والو، بصح دوكا مع ولي صالي ما يقدر يدير والو، نيفو عليه مستوى يعني 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 نقص ضعف كي شاف هكا ضعف شويه. واسمو القجاع ما كان والو، القوه تاع رئيس الاتحاديه يعني شوف كيش استقبلوا افرتينو هذايا يعني عرف باللي شوف المستوى والنيفو تاع صالي يعني شوف صالي راه مستوى كبير نيفو صالي وليد صالي هناك شوف تبين وليد صالي هاك شوف تبين باللي مستوى عالي وليد صالي وان شاء الله به. يا سي محمد راه وليد صادي ماشي ولي صالي، خليه صالي. ختمنا بهذا الفيديو الاخوان اللي مضحك اللي كيقارن فوزي القجاع بولي صادي وكيقول لك باللي ولي صادي مشى وتلقى مع الرئيس ديال الفيفا مشى واحد النيفو عالي وصل واحد المستوى عالي راه صافي فوزي القجاع ما بقاش يبان، صافي فوزي القجاع راه بقى والو انطفى ما بقاش يبان كاع. يعني شوف الشارع الجزائري والتعليق ديال الشارع الجزائري على الزياره او على اللقاء اللي كان ما بين رئيس ديال الفيفا جياني انفانتينو ورئيس ديال الاتحاد الجزائري لكره القدم. هذا الشيء كنشوفوا عادي، اي رئيس اتحاد كيترشح كيمشي كيتلقى مع الرئيس ديال الفيفا كيحطوا الاستراتيجيه اللي غادي يمشي عليها مستقبلا في البلاد ديالو في العمل ديالو. ولكن هنا الصدمه الكبيره، الفيفا لا ترحم، الفيفا لا ترحم يا اخي. انت كتقول باللي صادي مشى للعالميه، الفيفا هاي وقفت لك البطوله، وقفت لك المنتخبات الفئه السنيه، وقفت لك المنتخب الاول، يعطي الحلول انك تخلص الديون اللي كاينه عليك، تخلص المدربين، تخلص اللاعبين، تخلص الاموال الكبيره اللي راك غارق فيها. الا بغيت انك باش تسلك وتمشي تلعب المونديال ديال 2026 الا تاهلتوا او لا بغيت تمشي لعبوا كان 2005 او 2023 بالكوت ديفوار. اخواني كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انكم تختصموني بالراي ديالكم والاراء ديالكم في هذا الموضوع. الاتحاديه الجزائريه لكره القدم قررت على انها توقف النشاط الرياضي كما قالوا هما دعما لفلسطين، ولكن لا الفيفا هي اللي وقفت لهم النشاط الكروي في بلادهم. فقط فلسطين كيديروها دائما كشعارات وقنطره باش يغطيو على الفشل ديالهم الداخلي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون اعجابكم. ما تبخلوش لنا بالاراء ديالكم بالتعليق ديالكم، خليونا لايك الفيديو باش يوصل جميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. تحياتي لكم.